إذن متابعينا الكرام، هكذا ينطلق هذا الشوط الثاني والأول الخاص هنا أيضا بالمهجنات الأصايل لسن. أيضا متابعي الكرام، الثنايا 6 كيلومترات هي المسافة مشاهدي الأعزاء، بعدما تابعنا أيضا الأزرة مع الشوط الأول وذهب مع أحمد بالحزمي بالقناص العامري مع الأزرة هنا مشاهدي الأعزاء. 9 دقائق 40 ثانية، 3 أجزاء من الثاني، تهانينا له الناموس. ينطلق هذا الشوط الذي أيضا يحمل المهجنات الأصايل والذي لا يقل أهمية عن الشوط الماضي هنا بالنسبة للمهجنات الأصايل، وهذه الشعارات وهذه الأسماء الحاضرة بكل قوة هنا في هذا الشوط وفي هذا المسار. لنذهب إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى إلى شعار سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، يقدم لنا مذيار على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هنا واضحة لراشد بن مبارك بن سعيد النيادي، يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء القدوم في هذه اللحظات من مناورة وسيف المر بن محمد النعيمي يأتي في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع هناك شرف لعبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، هنا يتواصل في هذه اللحظات مقدما لنا شرف على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس هناك القدوم أيضا والوصول من الدغاشة للسيف بن سلطان بن علي بالصلف، يتواصل في هذه اللحظة على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء هناك القدوم في هذه اللحظات من عون وعلي بن سالم بن علي الدرعي، يتواصل في هذه اللحظة على سادس الأسماء من خلال هذا المسار. ناخذ المركز السابع والقادمة في هذه اللحظات والمتواصلة، هناك الغزيل ومحمد بسهيل بدليلة العامري يتواصل مع الغزيل في هذا المسار على سابع الأسماء، بينما ثامن الأسماء هناك القدوم وهناك التواصل في هذه اللحظات، أيضا يتواصل الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، يقدم لنا أيضا في هذا المسار، يقدم لنا قروب في هذا المسار الرائع والجميل من خلال هذا التحدي والمنافسة. ناخذ المركز التاسع هناك والقدوم في هذه اللحظات من القارية وحامد بن عبد الله بن سليم الدرعي، يتواصل مع القارية في هذا المسار. ناخذ المركز العاشر والقادمة في هذه اللحظات مزون وخميس بن عبيد بن سالم الراشدي، هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى، وهناك أسماء خلف العشر، أسماء أراها قادمة بالعين المجردة من خلال هذه التحديات والمنافسات الرائعة. لنعود إلى البداية الأولى، لنعود إلى المقدمة الأولى والمركز الأول في هذا المسار الرائع والجميل. هنا الشوط الأول للمهجنات الأصايل، ما شاء الله تبارك الرحمن. لنعود إلى الصدارة والمقدمة والمركز الأول. وهنا الصدارة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من وضحى راشد بن مبارك بن سعيد النيادي، يقدم لنا وضحى في هذا المسار الرائع في هذا التحدي الرائع والجميل على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هناك القدوم من مذيار وسعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، يتقدم مع مذيار على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء هناك القدوم والتواصل أيضا من شرف وعبيد عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، نعم بالفعل يتواصل مع شرف على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من مناورة وسيف بالمر بن محمد النعيمي، هنا يتواصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا
المسار الرائع والجميل بينما هنا عون قادمة لعلي بن سالم بن علي. الدرعي يتواصل في هذه اللحظات، وصل راع الرقود وأول نداء في هذه اللحظات. هناك مع زاخر وسيف بن علي بن سالم، العامري يقدم لنا زاخر بإنتاجه الفاخر، بينما هناك القدوم والوصول في هذه اللحظات أيضا من خنجر وعلي بن محمد بن سعيد الجحافي. هنا يقدم لنا خنجر في هذا المسار الرائع والجميل، بينما هناك القدوم والتواصل في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، من هناك عروب أو قروب، نعم بالفعل يتقدم في هذه اللحظات الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري من خلال هذا المسار الرائع والمسار المتقدم هنا من خلال تحديات هنا أيضا بن زفنة، بينما هنا الوصول في هذه اللحظات من مزون لخميس بن عبد العبيد بن سالم الراشدي. هنا يتواصل في هذه اللحظة، يتقدم من خلال هذا المسار، وأرى قدوم في هذه اللحظات وتواصل هنا أيضا من سحابة. وهناك أيضا العود بن حمد بن العود العامري يقدم لنا سحابة في هذا المسار الرائع والجميل من خلال هذا التحدي وهذه المنافسة. مشاهدين الأعزاء، بينما هناك الدخول الآخر في هذه اللحظات القارية وحامد بن عبد الله بن سالم. الدرعي يتواصل في هذه اللحظة، يتقدم من خلال هذا المسار الرائع والجميل والتحدي المثير، بينما هناك عاشر الأسماء يتواصل بالدليلة هنا من خلال تحدياته وقدوم رائع من الغزية لمحمد بن سهيل بدليلة العامري، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط. وهنا أيضا لوحة 2 كيلومترات بدأنا ندخل هنا من خلال هذه التحديات الرائعة والمميزة، من خلال هذه المسارات المميزة، من خلال تحديات الكبار وأسبوع الكبار. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، ما شاء الله يا وضحى. وراشد بن مبارك بن سعيد النيادي هنا يتقدم في هذه اللحظات مع الصدارة، بينما المركز الثاني عون وعلي بن سالم بن علي. الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات أبو علي يتقدم في هذه اللحظات. هناك أيضا مع خنجر وعلي بن محمد بن علي بن سعيد الجحافي هنا يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا الشعار وتحدياته ومنافساته الرائعة. هنا زاخر قادمة مع شعار رع الرقود، يقدم لنا زاخر سيف بن علي بن سالم العامري على رابع الأسماء، بينما هناك الدخول الآخر في هذه اللحظات أيضا من مذيار وسعيد بن حمود بن ثعلوب. الدرعي لا زال أيضا في دائرة المنافسة، لا زال في دائرة التحدي هنا من خلال هذا المسار. أرى قدوم في هذه اللحظات من سحابة والعود بن حمد بالعود العامري، وصل بالعود، وصل مع سحابة هنا على سادس الأسماء. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، ونحن ندخل في أجواء هذا الكيلو المتر الأخير، هذا الكيلو المتر المثير. القارية قادمة، حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي، وهناك التسللات ما شاء الله من القارية أيضا لأحمد بن حزمي بن قناص العامري هنا من خلال هذه التحديات الرائعة والجميلة. القارية، ولكن هناك التحدي والمثارة على الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك عون وعلي بن سالم بن علي الدرعي، وهناك التحدي ما شاء الله تبارك الرحمن من وضحى، لا زالت على الصدارة، لا زالت وضحى هنا. راشد بن مبارك بن سعيد النيادي، ولكن هناك الوصول من عون قادمة، وهنا الاسم القادم في هذه اللحظات شعار بالحزمي، يبي يقتنص
الصدارة، يبي النقطة الثانية، يبي النقطة الثانية، ولكن عون ووصول آخر من القارية قادمة في هذه اللحظات. حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي، ثلاثية ثلاثية ثلاثية، ولكن هنا عون 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 عون، والقارية قادمة. اللحظات اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة، ولكن هنا مشاهد الأعزاء، القارية حامد بن عبد الله بن سالم الدرعي، تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني كان الدخول من خنجر لعلي بن محمد بن علي بن سعيد الجحافي. ثالث الأسماء، ثالث الأسماء كان الدخول من عون لعلي بن سالم بن علي الدرعي. رابع الأسماء، المركز الرابع كان الدخول من الغزية لمحمد بن سهيل بدليل العامري. المركز الخامس، خامس الأسماء كان الدخول من وضحى راشد بن مبارك بن سعيد النيادي. عودتنا بالتاني والناموس لمالك الغارية حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي، وتوقيتها الزمني 9 دقائق 45 ثانية 57، جزء من الثاني تانينا والناموس.